وانتخابات مبكرة. بس لو حضرتك موافق على الاستمارة بتوقع بص هو انا حضرتك انا جاي من الشغل لقيت الحركه ديت سمعت عنها في الجرايد قبل كده وسمعت عن طريق الانترنت تمام ووقفت معاهم كمتطوع عادي انا ما بنتميش لاي تيار سياسي ولا اي جماعات ولا اي حاجه سياسيه فانا شايف تراجع لدور الدوله وتراجع اقتصادي وتراجع سياسي وتراجع اجتماعي وتراجع مؤخرا كبقى كبير سياسي ثقافي بتاعين وزير ثقافه يعني كل المثقفين انتقدوه بشكل حاد وبشكل كبير ويعني ما فيش اي مجيب ولا لا مبالاه والدوله مغيبه ومؤسسه الرئاسه مغيبه بصوره كبيره. انا معايا اربع عيال من بعد الثوره ومسك الرئيس الجديد ده مش لاقيين لقمه عيش يعني ناكل تعبنا يعني ننزل الشغل ما فيش شغل مش عارفين مش عارفين ناكل عيش خالص من ساعه ما مسك استاذ محمد مرسي. الاستمارات بتخلص وصورنا كذا مره وتيجي تاني ونجيب تاني يعني بصراحه انا مش عارف ازاي الاخوان خدوا الاصوات دي في الانتخابات سواء استفتاء سواء اي حاجه. طبعا تزييف حمله تمرد اضعف الايمان لو ما نجحتش هيبقى اثبات فعلي لعدد الاصوات اللي رافضه حكم الاخوان في مصر بالرقم القومي المصري محدش يقدر يلعب فيها حتى لو ما نجحتش او حصل اي حاجه اثبات لعدد الاصوات اللي لفظ حكم الاخوان في مصر. عشان مش شايفين تقدم من يوم محمد مرسي مسك الحكم في تاخر على طول احنا كنا فاكرين فيه ان البلد هتتغير ولسه في تقدم والناس هتشتغل والناس هتسكن مفيش اي حاجه من الحاجات دي ولا اشتغلنا ولا سكننا ولا اي حاجه. الناس كلها مش عايزه محمد مرسي محدش موافق عليه مش عايزين الاخوان اصلا موجوده في البلد عشان تاذينا مش عشان تنفعنا. محمد مرسي ما عملش حاجه من يوم ما مسك الحكم احنا كنا عايشين في امان وامن من ايام حسني مبارك دلوقتي مفيش ولا امن ولا امان. احنا مش عايزين نقول بس بفضل الله سبحانه وتعالى العدد في تزايد اضعاف احنا ما بنتكلمش ب 100 و200 الف احنا بنتكلم اللي بتعامل بالملايين فلما بنعلن بنعلن 2 مليون 3 مليون 4 مليون لان بتعامل بالملايين مش بالالاف ان شاء الله. بس الحمد لله بفضل الله مش احنا بنتكلم كل دقيقه بنزيد بس لما بنعلن ب 100 مليون اخر حاجه وصلنا ل 2 مليون و 800000 بعد كده من ساعتها احنا زدنا ايه يعني بفضل الله بنتضاعف ان شاء الله كده على الاقل احنا محتاجين 40 مليون.